شقائق النعمان هي أحد المخلوقات البحرية التي تعيش في قاع المحيطات، وتعتبر شقائق النعمان قريبة الشكل في خصائصها مع الموجان وقناديل البحر، وهي تشبه زهرة شقائق النعمان في الشكل. وتعتبر شقائق النعمان من الحيوانات أكلات اللحوم. حجم شقائق النعمان متر إلا ربع ومترين إلا ربع. هي عبارة عن حيوانات برية رخوية سامة لها عديد من اللوامس السامة. تعيش هذه الحيوانات على أعماق لا تتجاوز 50 متر تحت سطح الماء، ويعيش في المياه الدافئة التي تتراوح حرارته من 80 إلى 30 درجة مئوية، ويمكن أن يصل عمر هذه الحيوانات إلى 50 عام. اكتشفت هذه الحيوانات عام 1881، وتتواجد بكثرة قرب سواحل غينيا الجديدة.